هل يجوز للمسلم أن يفتح المصحف الشريف إذا أراد أن يعمل عملا والصفحة تكون حظ، فإذا وجد الآية الأولى تبشر بالخير قام بالعمل، وإذا كانت وعيد شديد ابتعد عن هذا العمل ولو كانت من الأعمال المباحة أو العمل الذي يريد القيام به؟ جزاكم الله خيرا. هذا العمل لا يجوز، وهو أن يتخذ المصحف من فال، وكأنه من الاستكشام بالأجلام، فالمصحف يصان عن هذا العمل، ولا يجوز أنه يفتح من أجل التفاؤل أو التطير، فإذا رأى ما يسره مضى، وإذا رأى آية فيها وعيد أو فيها تأخر، هذا لا يجوز. وبدلا من ذلك شرع الله صلاة الاستخارة، إذا كان الإنسان يريد أمرا وهو متردد فيه لم يتبين له وجه الصواب المضي أو الإحجام عنه، فإنه يصلي صلاة الاستخارة، معنى أن يصلي ركعتين من غير الفريضة نافلة، ثم بعدما يفرغ منها يدعو بدعاء الاستخارة: اللهم بعلمك الغيب، قدرتك على الخلق، إنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، اللهم إن كان هذا الأمر، ويسميه: خيرا لي في ديني وعاقبة أمري، أقدره لي ويسره لي، وإن كان في هذا الأمر شر لي في ديني وعاقبة أمري، فاصرفني عنه واصرف عني ودر لي الخير حيث كان، ثم رضيني به. فإذا دعا بهذا الدعاء بعد صلاة ركعتين فهذا يعتبر من الاستخارة في الأمور، وهي تغني عن هذا العمل مع المصحف أو مع ما كان يعمله أهل الجاهلية من الاستقام بالأجلام. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.